صح. وايد وايد فنانات فنانين يعني ومشاهير يعني حطيتي لهم وايد مكياج. إذن التحدي مشاعر وفجر يكون لما البنت ما تكون وايد جميلة صح؟ طبعا ممكن تحولين من وحدة ما يعني ما تتمتع بأي مقاييس جمالية إلى ملكة جمال؟ أكيد أكيد هذا صدق عادي. وبعدين ترى التحدي مو بس اللي مو جميلة، التحدي الأكثر بالنسبة لي للجميلة وايد. صح نفسي أنا توني كنت بقول الوايد جميلة أنا بوقتها ما قلتها تخيلي. طبعا شيلاء ودها تقولي لها ان انا اقصد انت على كيفك اطالع عليك اطالع لي كذي والله يعني قول انا صار على بالك انت انا يعني هاي الافكار انت مو افكاري انا ابدا ما بقصد كذي ولا قال لك انا جميله انا اقل من عاديه وشكرا لان لما قاعد اقول لما قلتي انت الجميله وايد شو طالعني شكو طالعتك انا اصلا ما اشوف نفسي جميله اشوف نفسي عاديه جدا.